لهذا المواد المحلية. إذا نبقى محمد في قطاع التربية، حيث تعيش والأسرة التربوية بولاية عين تيموشنت على صفيح ساخن، وهو الأمر الذي جعل العديد من النقابيين وأولياء التلاميذ يهددون بمقاطعة الدراسة والاحتجاج نتيجة سلسلة من المطالب التي لم تحقق حسب الأولياء رغم الوعود التي تلقوها. كمال بعز عبيد، رصاد التالي. المشاكل تاع التلاميذ، رانا في شهر سبتمبر، رانا الدخول على الشتاء، رانا في 6 سنين وحنا نهضروا على المشاكل تاع التدفئه. كاين المقر وكاين الشوفاج وراه عط ميكانيكي والو مازال ما سقدوهناش. وحنا المنطقه جايه في هنايا، كاين عندنا صحاب الدواوير صحاب البدو الروحر. هذه المؤسسه عانت من سوء التسيير المالي منذ ان فتحت ابوابها، وهذا السوء التسيير المالي انعكس سلبا على الاداء التربوي للاستاذ وحتى على التحصيل العلمي وعلى التلميذ. دوك انا عندي خويا صغير يسكن غير تما عند الاخر ولا يقرا منه، تما الضغط عليهم تما اللي يحلوا لهم هذيك الجهه اللي بلعوها لهم تاع الابتدائي الدولي، كلاس بزاف وخاوين. مدير التربيه لولايه عين تيموشنت كان له ردا حول الموضوع في ميكروفون كمال بوز عبيد. حالات بعض المديرة اللي كانت امتثلت أمام المجلس التأديبي، وكانت هي اللي تعلمون أن متوسط التارقة هي أسوأ مؤسسة في الولاية، تحصلت على أسوأ هي في آخر مرتبة. وكذلك كانت لجنة التحقيق من وزارة التربية الوطنية، والمديرة كانت امتثلت الأمل المجلس التأديبي وحولت من تارقة إلى الآخر، ونظن هذه كلها افتراءات، ونحن على قادم الساق على استقرار هذا القطاع وتحسين من مردود. بعد بث الحالة المزرية التي تعيشها خميسة وابنتها المقعدة عبر قناة النهار، هبة تضامنية كبيرة لمساعدة بمختلف المستلزمات والمواد الغذائية، حيث أصبح كوخها المهجور في أعالي منطقة بير المرجة مقصدا للعديد من المحسنين حتى من خارج ولاية عنابة. مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بدورها تحركت بأمر من وزيرتي التضامن، أين تنقل فريق لمعاينة الحالة وإفادة تقرير إلى الوزارة. عبد الناصر جلال، رصدت. النشاط الاجتماعي تابع لقطاع وزارة التضامن الوطني. كيما نتفكروا القضية تاعك يا الحاجة، هو سمعت عن طريق قناة النهار في الأخبار الأسبوع الماضي، أنا أصلي من القل، لما سمعت الضمير تحرك قررت نساعد بالشيء اللي نقدر عليه. الناس لما تعرفوا بالمرأة هذه تعرفوا بالنهار وتعرفوا بينا احنا مدينا صوتنا يعني للنهار هذه، وهم يعني وزعها للمواطنين وللشخصيات والمهم تكون حاجه. هذه العائله يعني بعد ما شفنا الروبورتاج عندها يومين، قامت وزاره التضامن بالاتصال بمديريه النشاط الاجتماعي، والحمد لله حنايا العمليه راهي متواصله دائما. خذينا الاجراءات بيرسونال موديتها انا بيدي مع مع مع, مع جارها وتوكلوا عليها محامين. مالوريزمون جات الفتره تطول تاع عمليه الحجر، تباه يعملوا الحجر باسم امها، بتعود امها يجاها الشيك تعود تخلص امها في بلاصتها. نورمالمون ذوك عندها واحد العام مخصوص غير على المشكله ذا. هذا وحده جاتني موسمها من القل، جابت لي عطتني 800 وجابت لي كرسي. هذا كان هم جابوا ذوك مطارح وجابوا قضية. طالب العديد من التجار والموالين بمنطقة القلاعية ببلدية سيدي أحمد بصعيدة السلطات المحلية بضرورة نقلهم من السوق الفوضوية إلى السوق الجديد وتوحيد السوقين، كما هدد مستأجر السوق بفسخ العقد مع مصالحي البلدية منددين بعدم تطبيق قرار والي الولاية المؤرخ في 21 فيفري من سنة 2016. محمد عمراني، رصاد التالي. نتمنى ان شاء الله تردونا السوق تاع 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 الفوضى تاع القلاعه. هنا السوق جديد، راه الامكانيات زينه، وكاين الامن، كاين المعاوين، كاين الخدامه. لازمنا تردونا السوق تاع القلاعه هنايا، ونطلبوا من السلطات المحليه
توحد الاسواق، ديرها سوق واحد اللي هو هذا، هذاك سوق ربما الامن ما يتوفرش الامن، هذا راه فيه الامن. حنا نبغوا سوق واحد يتلمد، يتلمد سوق واحد، ما نديروش دو سواق. سوق فوضوي وسوق نظامي، ماذا بين هذا السوق الفوضوي يجيبوه هنا؟ مسافه نتاع حوالي 17 الى 20 كيلومتر، وبعيده على الزبائن، ما يقدروش باه يمشوا يقتنوا الاضاحي نتاعهم من ثم. كرينا بموجب عقد مع بلديه الصعيده والمرق بالمنكر، وعطانا قرار الوالي بلي تنحى السوق هذاك، وعطانا وعودات اون كما نفش قرار الوالي راح يفسخنا العقد. طلبنا له بلوزيور فوا مي يا ريان ساعه يا ريان، قال لك ما نعطيكش نفسخ لكم العقد دون مانيور دون نوتر ما على بالك. في موضوع آخر، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتشر بصفة ملحوظة نقاط بيع عشوائية على حواف الطرقات للمواشي، وهذا رغم تحديد الوزارة الوصية لنقاط البيع المعتمدة. تفاصيل مع حمزة زروقي ونجوى بكرش. وأنت تتجول بمختلف بلديات ولاية غليزان تلاحظ الانتشار العشوائي لأسواق المواشي على حواف الطرقات. نقطة الخليفية واحدة من النقاط العشوائية. كاين المعاودين وكاين رزقه. ها المعاود هبطوه، المعاود شرا بسومه نقولوا راه في 15 يوم حيت شرا، بصح هذاك السومه اللي شرا بها هبطت. ها راه حاصل مسكين. كاين اللي راه يخلي والده ويبيع، هذه هي يشري من سوق الكاش ما يدي 100 ولا 50 ساعه راه يخليها، راه يخليها التاجر، ما راه والو مسكين ما راه يدي حتى دور. المواطنون يرون الأسعار بهذه النقاط ليست في متناول المواطن البسيط. السومة هنا زايدة شوية على السوق. هذه هي اللي طرولها. السومة زايدة شوية على السوق. ها؟ هنا يقول لك راني سارح، راني نسرح، راني نكبر، راني نعلف، راني نشرب. هي في السوق ما كاش هذيك تاع راني عارف وراني مسارح. السومة مش مساعدتني هنا والله ما مساعدتني. حامي حامي شوية. السوق حامي شوية. مديرية المصالح الفلاحية أكدت أن مصالح الأمن مسخرة للقضاء على هذه النقاط التي يسعى من خلالها السماصرة لاستغلال الفرص مع اقتراب عيد الأضحى. هذا البرنامج اللي ضبطناه تاع خاصة يعني فيما يخص النقاط تاع بيع الأضحية حددناها ب 16، ويعني وكل أجهزة الأمن ملزمة، وكل ملزمين بتطبيق هذا القرار أنهم يراقبوا هذا التسويق، هذا السوق العشوائي تاع الأضحية تاع العيد. فبين هذا وذاك يبقى المواطن يتهافت لشراء أضحية العيد بأخفض الأسعار. نختم مشاهدينا من ولاية الوادي، حيث يقيم السكان هبيتة الخريف احتفالا منهم بدخول فصل الخريف لدى العرب، تظاهرة تصنع صور التضامن واللمة بين شرائح المجتمع. نتابع التفاصيل مع عبد العالي رحمة وحميد عوادي. هبيتة الخريف صورة تعكس تلك الروح التضامنية المتراكمة وتلك اللمة بين الجيران بقرية الجديدة ببلدية دبيلع وسخف أهالي المنطقة للتفاؤل بدخول فصل الخريف عند العرب. هذا موروث ورثناه عن أجدادنا وبواتنا، ويجي في فصل الخريف وفيه اللمة وفيه كبارنا وصغارنا وجيراننا وكل جهة سيدي تدير تذبح هذا الجمل. هذه العادة والموروث الشعبي تجسد بإقامة الذبائح على أن تكون جملاً يتقاسمه الجيران فيما بينهم الغني والفقير على حد سواء، صانعة أزكى معاني اللمة والابتهاج. نقوم بهذه العادة، تقوم هذه العادة في فصل الخريف، في فصل جني التمور، من أجل الملمة تاع الكبار والصغار والفرح بذبح الناقة هذه. وين الشعب معنا تضامن، هذه في الشعب وقت اللي سيدنا اللي كنديروها هكا معنا باش تتحاب الناس في بعضها. النفقة هذه زردة، ماهيش نفقة، الزردة معنا وموافقة شوي، مش كيما السوق، السوق غالي وسوق كذا وفيها ياكل منها المحتاج والقليل والضعيف، والناس الكل تنفق في هذا النهار، ومعنا تتلاقى في الناس وكل يا سيدنا لك عادات وتقاليد. وبتمسك أهالي وادي سوف بهذه العادة المتجذرة لشحن طاقاتهم بغية الانطلاق في موسم الجد. بهذا مشاهدينا نختم موعدنا المحلي، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وعودة إلى محمد.
شكرا لك يا أمينة بن دحمان. نبقى دائما في الشأن المحلي، حيث شب في حدود ساعتي الواحدة زوالا حريق اندلع بسبب موجة الحر التي تعرفها الجزائر هذه الأيام، وذلك بحديقة الحيوانات والتسلية بابن عكنون بالقرب من فندق الأروية الذهبية بالعاصمة. دقائق بعد اندلاعه سارعت وحدته الحماية المدنية مدعومة بالأمن الوطني إلى عين المكان، وأخمدت الحريق الذي لحسن الحظ لم يخلف خسائر تذكر. Вот это.